السلام عليكم، مرحبا بجماهير النادي الإفريقي. صار اجتماع بين هيكل الدخيل وإدارة النادي الإفريقي مع وزير الشباب والرياضة الأستاذ دقيش. الاجتماع هذايا ما زلنا ما نعرفوش الفحوى نتاعو وشنيا الموضوع اللي تطرقوا له. بطبيعة الحال الأمر مازال ماهوش واضح، ولكن إذا عرفت السبب بطل العجب. أنا حسب رأيي المتواضع الاجتماع هذايا بطبيعة الحال حكينا قبيليك وكلمت جماهير النادي الإفريقي وفهمت لهم وقلت لهم راهو النادي الإفريقي جاتنا خطية نتاع الفيفا، معناها 125 ألف دينار نتاع اليوم باي. اليوم باي اللي معناتها كان لاعبي ممتاز صحته من النادي الإفريقي بطبيعة الحال ما عندناش لا مدير فني. صابر خليفة ما نصوروش في قيمة النادي الإفريقي باش يكون هو المدير الفني، ولكن هذيك النادي الإفريقي وذاك الإشكاليات نتاعنا. الجمهور يعرضوا فيا في الثنية، يعرضوا فيا في كل بلاصة، بجاه ربي وقتاش باش ترجع لكليب أفريكا؟ بالله كي شنيا الحل؟ شنيا شنيا شنيا؟ أنا نعصر في مخي ونحاول نخرج في روح الزبدة الجمهور النادي الإفريقي، نحاول نجتهد ما ثماش من النادي الإفريقي يرجع إلى منصات التتويج. لقاء صار الاجتماع اليوم العشية، الناس كلنا في بالنا به. الشيء الأكيد اللي هيكل الدخيل مش قادر باش يدفع ديون النادي الإفريقي اللي في الصيف، هذه حاجة أكيدة. إذا كان ماكش قادر وإذا كان ما ثمش إمكانية، ظهر لي تنجم ميسالش تطلب من وزير الشباب والرياضة يحطوا لنا رجل دولة يمسك بالنادي الإفريقي مهما كانت، على خاطر النادي الإفريقي ملك الدولة بليتو، وإحنا والترجي والإتوال والفرق الكبرى وبقية الفرق، يعني حتى واحد حتى فريق ما هو فريق شركة استثمارية ولا مش عارف شنو، حتى فريق. لذلك إن شاء الله إذا كان ماكش باش تقدر، والجلسة الانتخابية إن شاء الله وزير الشباب والرياضة راهو قاعد يدور على في تونس كامله، وقاعد لاهي بالمنشآت نتاع الفرق الكل، ماهوش باش يبقى لاهي كان بالنادي الافريقي. باش نذكرك يا استاذ هيكل الدخيل، حطها في بالك هذيا، راهو الخدمه نتاع الدوله راهي صحيح مهمه برشا، ولكن كي باش يعمل لنا لفته نظره صغيره على خاطرنا فريق معناها كبير وعندنا عده مشاكل، ما يسالش نقبلوها. ونفرحوا زادا، نفرحوا اذا كان الدوله تتلفت للنادي الافريقي ويحاولوا يهزوا النادي الافريقي معانا، ما ثماش من النادي الافريقي ترجع تقف على ساقيها. ولكن زادة يلزمك انت كي تشد رئيس النادي الافريقي تكون متاكد من روحك وواثق من روحك. راهو النادي الافريقي شنيا المطموع؟ شنيا الحاجه اللي تخليكم تطمعوا في النادي الافريقي؟ شنيا الحاجه اللي تخليكم تطمعوا في النادي الافريقي؟ الفلوس؟ الافريقي فلوسها على ظهرها، الافريقي المداخيل نتاع الجماهير كبيره برشا، اوكي. ولكن اخويا اخي مداخيل الجماهير علاش ما تستثمرهمش في انتدابات كبيره؟ علاش ما تستثمرهمش باش النادي الافريقي ترجع لمنصات التتويج؟ علاش نستغلوهم احنا باش نخلصوا بهم فقط الديون؟ وانت شنو الدور نتاعك يا استاذ هيكل الدخيل؟ هذه من جانب اول. ان شاء الله وزير الشباب والرياضه انا بيدي نوجه له نداء، راهي الافريقي غارقه، من فضلك سيد وزير الشباب والرياضه حاول تدافع عن النادي الافريقي مهما كان الرئيس، حاول تدافع عن النادي الافريقي. راهي الكلوب ماشيه كما جا جمهورها، الافريقي راهي تعبه من الاخر، دونك حاول تقف مع النادي الافريقي. نداء في بلاصه هيكل الدخيل. اخي هيكل الدخيل واضحه معناها ما عندكش علاش تشد في رئاسه النادي الافريقي، خلي تو الدوله تتصرف. وان شاء الله ان شاء الله يسمعونا، ان شاء الله ونفرحوا نسمعوا بخبير صار ان شاء الله من طرف وزير الشباب والرياضه ومن طرف الدوله التونسيه بصفه عامه. واحنا عندنا امل اللي النادي الافريقي ان شاء الله ترجع الى منصات التتويج وترجع الى الامام وتتنحالنا جميع الديون. زاد ماذا بيا طلب صغير، ولو انه نعرف جماهير النادي الافريقي تطلب فيه الطلب هذايا، ان شاء الله زاد يرجع لنا. إذا كان سليم الرياحي باش تطلع الدوسيات نتاعو نظيفة في القضاء التونسي، يا خويا خلي يشد هو ويغلط يخلص، يغلط مع الدولة يخلص من الآخر. هذا يقولها معناها بإيجاز، حبيت نحط جمهور النادي الإفريقي في القالب نتاع الموضوع هذايا. بالنسبة الشالونج، كان تحبوا نعملوا شالونج وهذيك هي حاجة طبيعية، المقابلة اللي باش نلعبوها إن شاء الله ضد النادي القربي. ننساو المقابله نتاع هيكل الدخيل والاداره نتاع النادي الافريقي بوزير الشباب والرياضه، واللي عنده
الحكاية والموضوع ماذا به ينورنا بها في كومنتير، وإحنا تو نزيدو نتناقشوا في الموضوع هذايا بعد مقابلة النادي القربي اللي باش تكون معناها مقابلة هامة، باش تكون تسجل عودة علي العمري، تسجل عودة بسام الصرارفي، غايث الصغير، إن شاء الله الملاعبية هذو من أحسن ما ثم في النادي الإفريقي مع عامر العمراني كيف كيف باش يلعب في قلب الدفاع. إن شاء الله ننتصروا على النادي القربي، نترشحوا للدور اللي بعده. كأس تونس راهي وكأن الصبح بقريب، الرافية سهلة إن شاء الله نفوزوا بها كأس هذية. النتيجة ماذا بينا تعطيونا النتيجة غدا شنية تنجم تكون. أنا واحد من الناس تعرفوني بغير ما تلوموا عليا كان صارت نتيجة عكس اللي أنا باش نقوله، راهو ما يهمنيش وما على باليش، راهو أنا ديما متفائل أن النادي القربي انتصرنا عليه في ملعب الشاد لزويتن بنتيجة 4-1 مقابلة ودية. المرة هذه باش تكون مقابلة رسمية، أنا حسب رأيي المقابلة إن شاء الله تنتهي بفوز النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف، علي العمري يسجل هدف وبسام الصرارفي يسجل هدف، وإن شاء الله تكون بالتوفيق للنادي الإفريقي. أعطينا رأيكم جماهير النادي الإفريقي، يلا ندرا شني رأيكم في المقابلة هذه، وشني رأيكم في المقابلة نتاع هيكل تخيل مع وزير الشباب والرياضة وفيفا فرز الصيام. ما تخافوش على النادي الإفريقي، ردوا بالكم راهو فريق الشعب ما يتخافش عليه، وإلى الأمام، وما زلنا نقدمه وما زلنا ننجحه بإذن الله، وفيفا فرز الصيام.